السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ تكونوا بخير. معكم إندر رايم، فيديو اليوم الحلقة الثانية من سلسلة التحريك في البي بي بي. إن شاء الله في هذه الحلقة راح تشوفوا لقطات جد جدا زيادة كمان. طبعا إذا ما شفتوا المقطع الأول فالمقطع الأول والمقطع الثاني وإن شاء الله المقطع الثالث كلهم مرتبطين لأنهم كلهم صورتهم في نفس الوقت وهم كلهم 3 ساعات، فمنتجتهم على أساس إنهم 3 مقاطع. وبس قبل لا يبدأ المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. برضو وقت ما انا منتج المقطع لسه ما وصلنا 400 مشترك، فبالله اشترك عشان بنوصل 400 مشترك، الهدف الحالي دهين. ويلا خلوكم مع المقطع. طيب اخر واحد ده فين مكمبر؟ ليش مكمبر؟ او كان شفت اسمه؟ شفت هو هنا صح؟ لا مو هنا، هنا هنا هنا. يب هلا والله. ليش مكمبر؟ يوه ما انت في ببجي، ليش مكمبر؟ ترى بس جيم واحد مو لازم تفوز. فين راح هذا؟ والله نتي يا معلق. جي القوم بس على طول يا حبيبي نجيب الجيم. خلينا نروح يا حبيبي، ما عندي دروع زي الناس، لازم اجمع دروع، وهذا يعتبر صيدة جدا سهلة. القوم بس ايش بك من اول قاعد يطالع الشيء بس. خلاص جي ايوه شوف كيف قاعد الف حوله. معي سيف ستون يا ابله، تعال خش عليا. قول له والله وصلته. دقيقه اوصلك وما اقتلك، كيف انت مجنون؟ تعال تعال تعال، هذا مره تطيح. يو تلقم. طيب تعال تعال انت كمان، قاعد يحفر اورات في امان الله، ويجيك اندر براين زي كذا. لا تسوي معلم تبني. ايوه القم. هذا كنت سنسك هذاك حق البلوك ستيك اكستنشن. هلا والله ساب ناب سناب ناب ما ادري ايش اسمه هذا. تعال 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 تعال، ليش لا تدرعن بدون شيس بليت؟ بدون شيس بليت جولتك خسرانه. خلي هذا قاعده في راسك، بدون شيس بليت جولتك خسرانه. ان شاء الله لو معك شيس بليت تشين ميل خده، بدون شيس بليت راح تخسر. درع على طول. شوف هذا مفهي. ايوه بس راح فيها. حتى هو بشيس بليت حق تشين ميل راح فيها. هناك احد؟ ما في. طب ليش الغدر؟ ليش الغدر وما معك شيس بليت؟ ايش الهياط هذا؟ تعال 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 تلكم، لا تجي بدون شيس بليت، يرحم امك لا تجي بدون شيس بليت. ايوه تعال 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 تعال، بتفشخ الصندوق مني. ها هذا ايش؟ ما مات؟ كيف ما طار هذا؟ قول لي النت، قول لي هي اللاك. وانا كمان ايش بكذا فاشل في الباركور، كل شيء قاعد اعطيه. سويت حركة يعني جيت قدامه. شوف بدهم يصير نفسه بيطيرني. بيكسر. بس نفسه بيسوي الحركة هذيك. القم بس كان بيسوي لي هذيك الحركة اللي حط بلوكتين، ما زبطت معه. طيب بيجي اخر اثنين، ففينهم هذولي؟ هذا هو. تعال 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 معك سيف ايرون، اعتقد فيه له شارب 2. يب اي بدأت اعلق انا. ايوه لا تبني. اذا انت في نص الفايت لا تبني، حتضيع عليك هجمات مره كتير. موت يا ابني، انا كمان قاعد احس بالفاره من عارف اضربك زي الناس. خليني بس افقع انا. الله بروح عبيلي دمي احسن لي. الله هذا مره جنني. انا ابي دم انا بس. والله جلدو بقى اخر واحد. حلو دحين دوري، دحين ان شاء الله ما يكون قتل هذاك يا شيخ. من اول قاعد يهايط هذاك. هنا انا اروح لهم النص.
تعال 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 جاكم إندر براين انتبهوا. فين هذا؟ هلا والله هلا والله انت اللي قتلت هذاك. هذا شو استسلم من البداية؟ قلت لكم انا بهداك يا شيخ. شوف 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 ايش هذا دحين منو؟ اوكي خشيت على واحد مو شايفني ربلة. خلينا ناخذ ريدستون زيادة. هذا مو عارف فين انا شوف 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 ماسك الهاي جراوند علي. شوف كيف دهين قلبت عليه. لا انا مين قال لي انزل؟ القم بس معك دروع دايما. انا ما اعتقد هاتات. خلينا نسوي زي كذا. طيب شوف 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 هذا مو فهي الدرع عليه زي كذا. سوى ذكي بيطيرني. معك دروع شي ميل القم بس. هي هذا شو مطار؟ تعال 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 دقيقة دقيقة. لا بطيرك انا خلاص. جي جي راح فيها الولد. ايوه صح تكسرت البلوكات. احس بنفسي ما بنيت. ايوه معك سيف جولد. لا في له فاير اسبكت هذا السورد. ايش بو ما درعم امشي. احنا بدهين كده فول دايموند يا حبيبي. وبس خلينا ندور على الناس زيادة. بيجي اخر واحد فينه هذا الحين؟ هذا هو. تعال مكمبر في بيتك من اول ليش؟ مسوي لي حق بلوك اكستنشن كمان. القم القم طير 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 طير. ايوه مع السلامة. ها طحت معاك شوف القباء بس. جي جي اصلا عادي. يلا كفو بس بحاول اني ما اجيب العيد زي قبل شيء. تخيل انا اطيح قبله وهو يفوز. يلا يلا جي جي 3 كل كمان قاعدين ناخذ نقاط اكس بي. قول لي فشخ الكل مني. هلا هو اصلا كان الكل حقه بس يلا وانا كمان بفشخ هذا الكل. جي جي انت فشخت كل انا فشخت كل احنا متساوين. مين هذا اللي غدرني؟ شايف كيف؟ شوف الحركة بس كيف لفيت من ورا ظهره. ايه ده اللقطة ايه ده اللقطة ايه ده اللقطة. شوف كيف 360 شوف كيف والله راح فيها. القم بس قلت لكم لقطة اسطورية تستاهل تنعاد. بلوت في راحته. اللعبة قاعد تعلق. قول لي ايش بها اللعبة علقت؟ سوى اندرفيل حلو حلو. وجاك سونيك المفهي هذا كمان. يا هذا انا وانت مضيعين ايش فيه؟ يهو ايش الضيعان هذا؟ موت يا شيخ. والله ما حد راضي يموت. هي بدري من اول من اول. انهي الجولة من اول. خلينا اكل جابل على الاقل. عبيلي دم يحسن لي. ما حد بيجينا ان شاء الله. احنا بنفتح الشيست. يا انا حسب انا باندر بيرل شيخ. اندر بيرل هذه منقذة السكاي وارز. هنا في شيء بس بلوكات. او جيم اوفر. جي جي في اسهل من كذا تفوز وانت ما تعرف شيء. اوكي ايوه حشرته في الزاوية. اوه اداني كومبو معلم. لا لا مرة معلم اداني كومبو في الهواء. دقيقة يا ستيف خليني اخذ حقي. يا ابن الذين يا ستيف اخر. تمام والله يا ستيف يقهر. هي انا قلب ادلهم عليه اللي تحت هذا مفهي. تلقم 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 كريتيكال هيت. ما يعرف شيء. بس انا اعتقد اخذت نص حقي كده. نرجع له نرجع له دهين. بس خلينا ندرعم على هذا كمان. شوف لك ستيف هذا. ايوه ايوه بس بس خلاص السلامة. حسبه ما طاح. دي سطيها تاني مرة.
وبس اتمنى يعجبكم المقطع، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. ان شاء الله الجزء الثالث راح ينزل قريب، هذا السلسلة ان شاء الله راح يكون جدا مستمرين فيها كسلسلة جانبية وتكون التركيز شوي عليها. بس كان معكم اندبراين، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، ويلا مع السلامة.